دكتور وقف دخيل عيونك. انت اعملي اللي بدك اياه، انا بدي اهرب. دكتور فهم علي، اهدى، هينا خدنا ومشي الحال. تركني اسمعني، تركني شوي. روح يا دكتور، ما دخلك فيني، انا بدي روح. يا ابني عم اقول لك اتركني. اتركه بعد عن الزلمه. ولك مفكر حالك رح تهرب؟ اتركه بحاله احسن ما قتلك. وقف، انت فهمان غلط. قادر، قادر ابني، قادر. قادر تحمل يا ابني، قادر. لا تخاف، ما راح تموت. لك ليش هيك عملت؟ لك انت مجنون. قادر، قادر تحمل. لك يا الله شو اعمل هلا؟ قادر تحمل يا ابني. واقف عندك بعدك. ولك شو بدك مني؟ خلاص وصل لك، شو عم تعمل؟ وقف. لك انت جنيت ولك يا ناس، هذا عم يسرق سيارتي. وقف ولك، اتصل على 105. وقف. لك بتعرف حالك انت شو عملت هلا؟ يا الله. قادر، قادر، قادر رد علي، حاول تبقى صاحي. قادر مشان الله لا تموت. قادر لك شفت بغبائك شو عملت؟ قتلته للولد. هذا كان طالبي مو من الارهابيين. لك شو عملت انت؟ هاي مو غلطة ابدا. كيف قدرت تعمل هالشي؟ شبك ليش ساكت؟ قتلت الشخص يلي خلصني من الموت. انت واحد بلا ضمير، كيف رح تسامح حالك؟ الله ما رح يغفر لك عملتك لو عشت 1000 سنة، لانك مثل الارهابيين قتلت شخص بريء ماله ذنب. شوف في عينك الزلمة عم بيموت، وكل هالشي بسببك انت. البكي ما رح يفيدك ابدا. عم يخطف الولد، تعال معي. واقف واقف واقف. الحاول الزلمه قبل ما يهرب. شبك بالتا؟ ليش جمدت بمحلك وما لحقته؟ شو صار لك؟ لك يا الله ضيعته من ايدينا. لك انتو شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ عم نحاول ننقذ لك حياتك، شو مالك شايف؟ الولد يلي قتلته كان رهينه معي، حضرتك قتلت الشخص الغلط. عم تحكي عن جد؟ اي نعم، الشاب كان بريء، زميلك اللي قدامك قوصه، هالمجرم قتله. ما كنت بعرف، والله قتلته بالغلط. خلص هدي حالك. دكتور انت متأكد؟ ما يكون في غلط. زملائي بتأكدوا قبل ما يعملوا هيك شيء وما بيخربطوا بهيك شغلة. اي طبعا متأكد، هذا زميلك اللي واثق منه قوص على طالبي. يا الله يا الله، لك شو عملت انا؟ دخيلك يا الله، صدقني ما قصدي، ما كنت بعرف انه بريء. يا الله شو هالعمله اللي عملتها؟ قبل ما تقوص تأكدت انه الارهابيين؟ عم احكي معك، قبل ما توصل للشاب تأكدت انه ارهابي؟ عم يمرق حاليا بصدمة كتير قوية، لو سمحت كن متفهم. يا خانم انا مجبور اقدم هالتقرير باسرع وقت ممكن للنيابة العامة ولمديرية الامن كمان.
مقوص عليه من غير قصده يا حضرة المفتش، ليش عم تضغطوا عليه؟ من غير قصده زوجك قتل شاب عمره 20 سنة؟ لازم يجاوب على أسئلتي أحسن ما أسجنه. حضرة المفتش، ضبط حكيك وعرف مع عاكف. خلونا نفوت لجوا أحسن ما تتعكر الأجواء أكتر. نمشي يلا. شو صاير للناس؟ كل مين حمل سلاح بيقوس على كيفه وما بده يتحسب؟ بالتا حبيبي احكي شو في عندك. قد ما تعاونت معهم رح تكون قصتك مهونة أكتر وممكن تتفادى السجن أو الفصل. يا عمري يلا يا تقبرني جاوبين على أسئلتهم. قل له ليش صار كل هاد وإنك ما بتقوص حدا بريب أصدق. حضرة المفتش أنا معك، أنت عم تقوم بواجبك، بس الوضع مثل ما أنك شايف حضرتك لسه لهلأ ما تأكد خبر موته للشاب، فلو سمحت اختار كلماتك بتحفظ شوي. شفتوا شو طالع بالأخبار يا شباب؟ لا ما شفنا شيء. الطالب الجامعي قادر جاناكجي تم قتله صباح هذا اليوم بطريق الخطأ من قبل أحد عناصر العمليات الخاصة، وكان سيتخرج من الجامعة في هذه السنة. وهذا الخبر المؤلم ساعد أحد الشرفاء من القائمين على الطالب المرحوم بإيصاله إلينا منذ قليل. شو هذا الجسم مبينة وعم يقول مات؟ لك هدول من وين بيجيبوا أخبارهم؟ بس بدي أفهم مين ابن الحرامي اللي بيعطيهم أخبار. يعني مين بده يكون سرب لهم هيك خبر؟ لكن بيني أكيد جماعة التنظيم. لك هدول الناس ما فيهم لا نخوة ولا شرف ولا أخلاق ولا سمعانين فيهم. يا أخي الموضوع كله صار بالغلط، والإعلام بدل ما يغطي على الموضوع فضحنا ونشر الخبر قبل ما حدا يعرف. بتعرف شو جاي على بالي؟ جيب كل هدول المذيعين وندقهم قتلة ليتعلموا يحكوا علينا. هذا الصح. الله ينتقم منكم. آمين. لا نزال حتى هذه اللحظة مستمرين في متابعة تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة، وقد أوضح مدير مديرية الأمن بتصريحه أنه تم فتح تحقيقاً لهذه القضية. هلأ بدهم سنة ليخلصوا من هالقصة. بعملتنا قدرنا نفهمهم شو تمن إنه يعلقوا معنا. لازم ما ناكل حقه لأيدين، إله فضل كبير علينا. شو أنت أجدب لتقلي هالحكي؟ أكيد ما رح ننساه. والله القصة إجت بوقتها. أي صح، بس في مشكلة، أيدين لساته بين إيديهم، ممكن يحكي شيء؟ لا مستحيل هالحكي، إلي بعرفه سنتين ما رح يفتح تمه. إذا ضغطوا عليه أكيد رح يحكي. لا مستحيل يحكي وبلا شكك أحسن لك. شوفوا شوفوا أمه لقادر طالع على التلفزيون. نحن الآن في بث مباشر مع والدة الطالب الذي قتل بأيدي عنصر العمليات الخاصة. سوف نتحدث معها قليلا. هدول الصحفيين ملاعين وبنخاف منهم. خالتي أم قادر شو حابة تقولي؟ شو بدي أقول يا بنتي، والله حاسة حالي رح جن. لسه الصبح حكيت معه قال لي اطمني يا أمي رح اتخرج هاي السنة من الجامعة، وبدل ما يرجع لي متخرج وافرح فيه رح يجيني جثة محملة هالمسكين. قلبي محروق ومعرفانة. اللي صار اليوم لصالحنا، العمليات الخاصة ما رح ينفدوا من هالقصة. خلونا نجهز لهم شي مفاجأة تانية. جاهزين شباب؟ طبعاً شاكي. جاهزين. قالوا لي انه ابني توفى، هاي ارادة الله، بس على الاقل يعطوني جثته، بدي اشوفه لاخر مرة قبل ما يدفنوه. هذا حقي، بكفي حرقولي قلبي بموته. ناديت لهم ما ردوا، كان عددهم 2، ونحن وصلتنا معلومات انه ما كان في الا رهينة. فكرت الشاب الثاني من التنظيم كان عم يضغط على الدكتور لياخده. كان في سلاح بإيده؟ ما كان في شيء، بس أنا حسيته عم يتهجم على الدكتور، حسيت إنه كان بده يأذيه.
بفهم انه بتقوس على حسب توقعاتك، مزبوط؟ لا، هالحكي معنا مزبوط ابنه، زوجي له سنتين بالشرطة وما غلط، وحتى هو ما أذى نملة بعمره. بلا حكي فاضي، هو مذنب وعم تدافع عنه؟ الشعب كله عم يعاني من أمثالكم. بس صاروا مع الشرطة بيفكروا حالهم فوق القانون، عملتونا مسخرة. رح تحترم حالك ولا لا؟ لا تتهم الكل. عارف حالك شو عم تحكي، فهمت؟ أنا قتلت مو حدا تاني، وجه حكيك إلي. لو سمحت بالتا، اهدى شوي، لو سمحت. خلص ابني اهدى بقى. شو هالحكي بالتا؟ فاطمة لو سمحتي اهدي، الوضع متوتر بما فيه الكفاية. لو سمحتي روحي واهدي شوي. رجب وينو المجرم؟ لك وينو هالواطي اللي قتل لي ابني من دون رحمة؟ وينو؟ دلوني عليه ولا بقتل حالي؟ وينو المجرم اللي قتله؟ خالتي اهدي شوي مشان قتلتو ابني وبدك اهدى؟ لك كيف بتقتلوه؟ شاب مثل الوردة وكان رح يتخرج من الجامعة، بس انتو قضيتوا على أحلامه. الدراسة جريمة يعني؟ مين فيكن اللي قتله؟ ها؟ انت شي اللي قتلته لابني قادر؟ لك كرمال الله قولولي مين اللي قوصه وريحوني. ليش قاعد ساكن؟ ما تكون انت اللي قتلته، قولولي مشان الله. حدا منكن يدلني عليه وريح لي قلبي، رح موت. لك مين فيكن قتله؟ حكوه. مهنن يا اختي، انا قوصت ابني. ليش قتلت لابني؟ لك قادر بعمره ما أذى نملة، ليش لحتى تقتله وتحرق لي قلبي عليه؟ شو سوالك؟ ما كان قصدي، سامحيني. لا تشلت ايدي على ما عملها. شو ما حكيتي ما رح ازعل منك، بس اللي صار صار. ملوا شباب، ملوا ملوا، حدا يجيب مي او شي شغله لنصحيها. قادر يا الله سامحني يا الله. بالتا روق مشاني يا عمي، هلا بصير لك شي. بعد الشر عنك، انت ما قوصته بقصدك. اهدى حبيبي، بالتا. اهدى بالتا، تعال معي لنحكي كلمتين برا. بالتا يلا تعال اخي، تعال ما بصير تضل هون، يلا تعال. يلا يلا اخي يلا. شايفين لحظة طيش من عنصر غبي وما بيعرف يتصرف شو كلفتها؟ ليك فهم علي، أنا واحد متهور وما بتعرف شو ممكن أعمل، فصون لسانك أحسن لك. شو يعني؟ شو بيطلع بإيدك ولا؟ أنا ولك؟ شش خلص عاكف، شيل إيدك عن المفتش. نحن هون كلنا أخوة وإيدينا بإيدين بعض، وإيدنا أتقل من ما بتتخيل على عدونا، وكلياتنا محروق قلبنا على الشاب اللي مات بس قوصه بدون قصده. لا تؤاخذنا،
مثل ما شايف الكل هون محروق قلبهم على الشبيلة ما، وبحكيك عم يزيد الطين بلة. إذا كتبت تقريرك خلص يعطيك العافية، روح سلمه، ما في داعي للكلام الزايد. ماشي؟ أنا بورجيكم رح أكتب كل شي صار. لكن إلي من خليتي بقى واكتب اللي بدك تكتبه. حاجتك عيات بعد شو انت ما بتعرف تمسك حالك يا اخي؟ يعني تنبسط اذا اجى امر فصلك؟ اذا بالتا بينفصل رح نترك الشغل كلياتنا. ايه ما عم بمزح. الله يجيرنا تحطط علينا. قولي لي كيف بدك يعني كون يا بنتي؟ لك حتى جثة المرحوم ما بدهم يعطوني اياها. ممكن يكون عايش، خلي إيمانك بالله كبير. ما بدي شي منكم غير شغلة واحدة، أعطوني قبر لأقر عليه الفاتحة من وقت للتاني حتى لو فاضي. المهم اسم ابني يكون عليه، بس نفذولي هي الشغلة وما بدي شي تاني. طفولي النار اللي شاعلة جواتي، خلي لكم أهلكم. لا والله هيك أبدا ما رح يمشي الحال، في شي غلط، بس شو هو هالشي يا ترى؟ اهدى بقى بالتا، طول بالك وتوكل على الله، إن شاء الله ما بيصير غير الخير. صدقني، بكرة المحكمة رح تحكم لك براءة. أنا مو فارقة معي المحكمة كلها، اللي شاغل لي بالي شو اللي بدي أقوله للمخلوقة شو؟ يلي صار كان حكم ربنا وقراره، وما فينا نغير هالشي. شباب أنا ما كان بودي أخبركم الخبرية، بس ما فيني ما أطبق التعليمات اللي وصلت من مديرية المنطقة. خير شو في سيدي؟ ابني لا تزعل مني، أنا مجبور أخذ هويتك وسلاحك لبين ما تصدر نتيجة التحقيق بالموضوع. سيدي ما فينا نغير القرار. ممنوع عاكف، مو بإيدنا. الطعام بعد الحكم. ولا يهمك، أنا بوعدك إنه هذا الموضوع ما رح يطول أبداً. طول عمري معتبرها سلاح مثل ابني، وما أنا سهلة أبداً على الأب بفارق ابني. بالقضاء والقدر، وشو ما كان قدرنا أنا رضياني فيه. أنا رح سامحك بس بشرط. اعمل اللي بدك اياه. بدي تجيب لي جثة ابني. ما بدي اياه يبقى بدون قبر.
إذا بتجيب لي جستة رح سامحك. رح أجيب لك الجسة، هذا وعد. رح نجيبها ما هيك؟ أي وعد. رح نجيب لك الجسة. ايه رح نجيبها، لشو ما كلفنا الأمر؟ ايه رح نرجعها أكيد، حلاقيها بإذن الله. بس أنت دعيلنا. اتكلنا على الله. أختي، إن شاء الله رح نلاقيها ونجيبها، لا تشيلي هم أبداً. خالتي، عندك مكان تروحي عليه؟ لا والله، أنا ما بعرف حدا بإسطنبول. خليني استضيفك عندي أحسن ما تضلي لحالي، شو رأيك؟ عن إذنكم شباب.